لا يمكن للجميع أن يكونوا أذكياء طوال الوقت، ولكن في بعض الأحيان نرى أشياء جديرة بالاهتمام، وعليك أن تتساءل عن المدى الذي وصلت إليه الإنسانية حقا، من فشل التصميم السخيف إلى السذاجة المذهلة. إليك بعض الصور التي ستجعلك تفقد كل الأمل في الإنسانية. من المهم للأماكن العامة أن تحتوي على مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا يكون هناك أي شخص محروم، لكني لست متأكدا من أن هذا المطعم قد فكر جيدا في مرحاض هذه الفئة. الأمر ليس بشأن تلك السلالم التي تؤدي إلى الباب فحسب، ولكن الممر لا يبدو واسعا بما يكفي لكرسي متحرك على أي حال. وقوف السيارات السيء نادر الحدوث، لكن هذه الصورة تتحدى كل المنطق. لا يوجد سائق واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولكن ما مجموعه أربعة سائقين قرروا تجاهل الخطوط المهينة من خلال الوقوف أفقيا وليس عموديا. ربما كان جميع السائقين أصدقاء وصلوا في قافلات وقرروا فقط تقليد بعضهم البعض. ليس هناك أمل حقا. قد يكون من الصعب إدارة المتطلبات الغذائية عندما لا تقوم بإعداد الطعام بنفسك، لذا فإن تحذيرات الحساسية التي تحمل علامات واضحة أمر لا بد منه. ولكن ما الذي يحدث مع هذا الكوكيز؟ هذا الملصق يمثل معضلة كاملة لأي شخص لا يريد الغلوتين، وقد يكون هذا الكوكيز الأكثر خطورة في حياتك. كتب الأطفال بسيطة جدا، كلمات أقل، ألوان أكثر، لا شيء معقد جدا، أليس كذلك؟ ألق نظرة على كتاب العد هذا باستخدام الموز لتعليم الرقم 5، باستثناء أنه يوجد 6 موزات هناك، مما يجعل هذه قصة مربكة قبل النوم. الرحلات الطويلة مرهقة بدرجة كافية دون الاضطرار إلى تحمل شخص مثل هذا. فقط عندما كنت تعتقد أنك على وشك الاستقرار مع فيلم مريح، تظهر هذه الكتلة المثيرة للغضب من الشعر، ولا سمح الله أنها نائمة، وستضطر إلى فصل شعرها مثل الستائل لمجرد مشاهدة هذا الفيلم. إذا بدا هذا السيناريو سيئا بما يكفي، تخيله على نطاق أوسع، مثل ما كان على رواد السينما المساكين هؤلاء تحمله. لا أحد يريد أن تلطخ صورة ظلية عملاقة على شكل هليكوبتر تغطي نصف شاشة ذاكرته الخاصة بالفيلم. انتبهوا أيها الأباء. يجدر بك أخذ ورق حمام إضافي معك إلى الأماكن العامة في حالة الطوارئ، خاصة عند وجود أشخاص مثل هذا. لا أستطيع حتى أن أتخيل ما هو السيناريو الذي قد يتطلب مثل هذا الاستخدام المفرط للورق، لكن الجاني عليه أن يخجل من نفسه. سيعرف معظم موظفي المكاتب أن بعض أطعمة الغداء مثل البيض أو التون محظورة في المطابخ العامة، لكن رجلا اتخذ هذه الخطوة إلى الأمام من خلال طهيه في الميكروويف فشار الفلفل الحار. تسببت الأبخرة القوية في إخلاء زملاء العمل بأعين دامعة وأنوف محترقة، وتحذر علامة على الميكروويف الجاني الأشخاص من التداعيات المحتملة، تنص حرفيا على أن عينيك وحلقك وطعامك ستسبب لك الحرق إذا استخدمته مرة أخرى، لذا شكرا جزيلا يا رجل الفلفل الحار. يحلم بعض الناس بحفل زفاف على الشاطئ، لكن في الواقع فإن فعل ذلك في مكان عام يأتي مع عوامل المخاطرة الخاصة به. حاول أحد الأزواج منع الغرباء من الدخول العرضي إلى صورة البوابة عن طريق وضع حبل في الخلفية، لكن هذا لم يمنع هذه السيدة من الظهور في خلفية الصور النهائية على أي حال. يجب أن يكون من المحرج أن تحصل على نظرة مستهجنة من قبل عجوز ترتدي ملابس السباحة الزرقاء في يوم فرحك. من المهم توخي الحذر أثناء التسوق لتجنب الوقوع ضحية للإعلانات الكاذبة، ولكن كيف يمكنك اكتشاف شيء مخادع كهذا؟ يعلن الصندوق عن 150 قطعة، ولكن ما لا تعرفه هو أن 75 قطعة من هذه القطع عبارة عن أقلام تلوين، في حين أن الباقي عبارة عن ملصقات مخفية بسهولة تحت الملصق الكبير في الأعلى. ليس هذا فقط، ولكن معظم هذه الأقلام لها نفس الألوان، مما يجعل هذا سرقة كاملة. بشكل عام، لسنا مقيدين بالخيارات عندما يتعلق الأمر بالبطاقات لجميع المناسبات، ولكن هناك شيء غير صحيح تماما بشأن هذه المجموعة المختارة من بطاقات عيد الأب. أيا كان من وافق على هذه التصاميم قد تجاهل شيئا كبيرا حقا. لا أحد من شخصيات الأطفال المحبوبين هؤلاء لديه أب. في الواقع لقد قتلوا جميعا، لكن عيد أب سعيد على أي حال. يبدو أن بعض الأشخاص يستمتعون بإنشاء حلول فريدة للمشكلات التي يمكن إصلاحها بسهولة،
بعد ملء برطمانات الشاي والقهوة بشكل خاطئ، قررت إحدى الأمهات إعادة تسمية الحاويات بدلا من مجرد إفراغها والبدء من جديد. تضيف الأسماء الجديدة المحيرات طبقة جديدة تماما من الارتباك. إذا سألتني، غالبا ما تأتي الحوادث المؤسفة من نوايا بريئة، لكن لا شيء يمكن أن يكون أكثر كارثية من هذا الإرباك المدمر. اعتقد هذا الرجل بصدق أنه كان ينقذ حياة السلحفات، لكنها كانت سلحفات تعيش على الأرض. يمكنك أن ترى البؤس على وجه تلك السلحفات المسكينة. إذا كان هناك شيء واحد تخطئ فيه الإنسانية باستمرار، فهو مقدار العبوات البلاستيكية الضارة التي نستخدمها في المنتجات غير الضرورية، مثل مجموعات الألعاب هذه على سبيل المثال. بعض الأشياء تأخذ العرش حقا، مثل الموز المعبأ أو شرائح البرتقال المعبأة هذه. ألن يكون رائعا إذا وفرت الطبيعة الحماية الخاصة بها للفاكهة؟ لا شيء يمكن أن يكون أسوأ من حلوى الهلام الملفوفة بشكل فردي. فقط لماذا؟ تشيز كيك هي تحلية لذيذة لأعياد الميلاد والاحتفالات الأخرى، لكن من يتوقع أن يأخذ ضيف معتل اجتماعيا شريحة غير منطقية كهذه؟ لا يزال هناك أمل، لأن بعض مستخدمي ريديت اقترحوا طرقا لاستعادة التحليات الثمينة، لكن هذا الوحش لا يزال طليقا. قد تكون تشيز كيك قابلة للإنقاذ، ولكن لا يمكن قول الكثير عن هذه الكعكة المسكينة. مشهد الدمار هذا فوضوي للغاية، لدرجة أنه من المثير للإعجاب أن يتمكن أي شخص من إزالة مثل هذه القطع الوسطى المحددة بنجاح. ومع ذلك أود أن أسمع الدوافع وراء هذا الفعل المنتهك الذي يحطم الروح. لا تعد خدمات التوصيل للمنازل الأكثر موثوقية في العالم، ولكن من الواضح أن بعض الناس لا يهتمون بأي شخص سوى أنفسهم. ترك صاحب هذا المنزل الذي يعاني من صعوبة في السمع ملاحظة واضحة جدا ليقول إنه موجود في البيت، ولكن يو بي أس وصلت وتركت آسفون لأننا لم نجدك. على أي حال، هل أنت آسف حقا؟ الوقوف في الطابور ليس شيئا يستمتع به معظم الناس، ولكن في بعض الأحيان لا توجد طريقة لتجنب ذلك إلا إذا كنت هذه المرأة. على ما يبدو، إن استخدام منطق الطريق من خلال الأمل في أن يسمح لك شخص ما بالدخول في الصف هي بالكاد طريقة مؤكدة لبدء علاقات جيدة مع الركاب الآخرين. يبدو أحيانا أن المؤثرين عبر الإنترنت هم مجرد سلالة مختلفة من البشر. بعد التظاهر بإحدى الصور على إنستغرام أمام لوحة جدارية في متجر لبيع الآيس كريم، شاهد أحد العملاء هذه المؤثرة في عالم الطعام وهي تتخلص من المخروط بالكامل، وأسوأ ما في الأمر هو أنها دفعت $7 مقابل ذلك أيضا. ليس سرا أن الناس يحبون أن يكونوا كسلى، ولكن عدم استغراق الوقت للتفكير في الأمور قد يجعلك أحيانا تبدو غبيا تماما. خذ هذا الشخص على سبيل المثال، الذي أعاد لعبة قطة تعمل بالبطارية مدعيا أنها توقفت بعد 30 دقيقة، دون أن يدرك أن الصندوق يذكر حرفيا إعداد إيقاف التشغيل تلقائه بعد 30 دقيقة. في بعض الأحيان نتمنى أن يكون هناك المزيد من الطرق المختصرة في الحياة، وقد يكون الأمر محبطا عندما لا تكون الملابس التي نرغب في ارتدائها جافة، لكن هذا الرجل تعلم بالطريقة الصعبة أن وضع الملابس في الميكروويف لا يعمل. أعتقد أن النمط المتماثل يمكن اعتباره كجزء من التصميم، لكن رائحة الحريق ربما تكون تأكيدا أنه ليس كذلك. إن مراقبة غباء الآخرين هي مصدر تسلية لا نهاية لها، لكن علي أن أتساءل حقا كيف اتخذت هذه الفتاة 3 خطوات كاملة في الأسمنت الرطب قبل أن تدرك خطأها. ألن يكون من المفيد، لا أعرف، أن تكون هناك 3 علامات برتقالية زاهية لمنع حدوث هذا؟ إذا كان لديك شك بأن الناس سيئون حقا، فقم بإلقاء نظرة على عرض القمر الصناعي هذا لسي وورد في أورلاندو. المنطقة المحاطة بدائرة باللون الأصفر هي ساحة وقوف السيارات. الدائرة الحمراء عبارة عن بحيرة من صنع الإنسان تستخدم لركوب القوارب، وتلك المنطقة الزرقاء الصغيرة سيكون هذا هو الموطن حيث يتم الاحتفاظ بحيتان الأوركا. فكروا بشكل أفضل أيها الناس. يمكن أن يكون الناس حمقى تماما بدون سبب، فقد تحقق من هذه الصورة الرهيبة لمواقف السيارات الغبية تماما. لم يقتصر الأمر على وقوف السيارة الموجودة على اليسار بشكل غير قانوني في الأماكن الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بل تم إيقافها بشكل سيء لدرجة أن مالكة السيارة المتوقفة بشكل صحيح لا يمكنها حتى الوصول إلى جانب السائق. بالحديث عن الدراما في ساحة وقوف السيارات، أود حقا أن أعرف كيف انتهى الأمر بهذا الشخص في هذا الموقف الصعب.
ما لم تسقط السيارات فجأة من السماء، فقد تطلب ذلك بعض المهارات الجادة. بغض النظر عن الكبح في الوقت المناسب، هذا الشخص خالف قوانين الفيزياء. يتخذ الناس أحيانا قرارات مشكوك فيها، ولكن من الذي يعتبر حقا أن هذه الطريقة الأكثر فعالية لإعادة إحكام غلق الحبوب في الصباح؟ إلى جانب حقيقة وجود كيس داخل الصندوق، تتطلب هذه الطريقة بعض القوة الحقيقية. هناك حاجة إلى آداب معينة عند قضاء ما يزيد عن 9 ساعات في السفر على متن طائرة مع الغرباء، وهذا النوع من السلوك البغيض لا يقوم بذلك بالتأكيد. من خلال ما يظهر هنا، كان معظم الركاب يحاولون الحصول على بعض النوم في هذه المقصورة المظلمة حتى قام هذا الرجل بتشغيل هذه السماعات السيئة. ما هو الغرض من هذه السماعات البراقة على أي حال؟ خيبة الأمل جزء لا مفر منه في الحياة، لكن هل يمكنك تخيل أن تتوقع أكل تشيزبرجر لذيذ وأن تحصل على هذا بدلا من ذلك؟ أسوأ جزء هو أنه يوجد بالتأكيد جبن هناك، لكنه مجرد خيط رفيع. ربما في المرة القادمة حاول طلب تشيزبرجر للمزيد. تعتبر حماية ممتلكاتك الشخصية أمرا مهما، ولكن ربما يكون من الآمن القول إن مالك هذه الدراجة لم يرها منذ التقاط هذه الصورة. إنه الأمر المثير للإعجاب أن شخصا ما اعتبر أن طريقة قفل الدراجة هذه مقاومة للسرقة. ألم يرفع شيئا من قبل؟ يحب بعض السائقين اختبار حظهم من خلال القيام بأشياء خطيرة على الطريق، ولكن من بين جميع الأماكن التي تقوم فيها بالدوران بشكل غير قانوني، ربما لن يكون هذا هو الأفضل. من السير في الاتجاه الخاطئ إلى عدم الذهاب إلى أي مكان على الإطلاق في أي وقت قريب. يستحق هذا السائق بالتأكيد أن تكون سيارته الثمينة عالقة في الخرسانة. إنه الأمر مذهل كيف يمكن أن ينتهي الأمر بالناس في مثل هذا الموقف دون أن يدركوا مبكرا أن سيارتهم ذات الدفع الرباعي كانت تنزلق بسرعة في الرمال. يبدو الأمر كما لو أنهم لم يسمعوا قط بتغير المد والجزر، ولن يؤدي أي قدر من الدفع والشد إلى تحرير هذا الوحش. لا حرج في هذه الصورة للوهلة الأولى، وعلى الأقل يتم أخذ إعادة تدوير على محمل الجد. أم هل يتم ذلك حقا؟ لا يتطلب الأمر عبقريا لإدراك أن كل القمامة تذهب في نفس كيس القمامة سواء كانت قابلة لتدوير أم لا. محاولة جيدة يا رفاق. صبغ شعرك هو خطوة شجاعة، وهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء، لكن هذه الفتاة نقلت الأشياء إلى مستوى آخر عندما انتهى بها المطاف بشعار سلسلة متاجر السوبر ماركت البريطانية أسدا على رأسها. قامت الفتاة المسكينة بربط كيس السوبر ماركت حول رأسها لتجنب انتقال الصبغة إلى كل مكان، ونقلت عن طريق الخطأ الشعار الأخضر الليموني على شعرها. من يدري، قد يكون هذا اتجاها جديدا. الطبخ ليس موطن قوة الجميع، ولكن الأمر يتطلب نوعا معينا من الأشخاص لإفساد البيتزا المجمدة بهذا الشكل السيء. اتضح أن ألواح التقطيع ليست آمنة للاستخدام في الفرن، لكن من المؤكد أن رائحة البلاستيك المحترق ستكون كافية لتحذيرك من أن شيئا ما لم يكن صحيحا. في بعض الأحيان نبدو في حالة شرود تام أثناء قيامنا بمهام يومية، ولكن من المذهل مدى غفلة بعض الناس. التقط أحد السائقين المرتبكين هذه الصورة المفاجئة لشخص يقود سيارته على الطريق، ومضخة الوقود لا تزال متصلة بسيارته. هذا جدير بالثناء تقريبا. من اللافت للنظر أن هذه الثريا وصلت إلى المراحل النهائية من الإنتاج دون أن يثير أي شخص مخاوف بشأن تصميمها غير التقليدي. شيء معقد مثل هذا يكلف بالتأكيد مبلغا ضخما من المال، ولكن من الذي يريد حقا أن يتم الترحيب به بهذا الشيء بعد دخول المنزل؟ يتعامل بعض الأشخاص مع طلبات حفلة التخرج على محمل الجد، لكن لم يذهب أحد إلى حد بعيد مثل هذا الرجل. بالتأكيد ستكفي بطاقة وبعض الزهور، ولكن على الأقل يبدو أنها قالت نعم. التصاميم الفاشلة ليست شيئا نادر الحدوث، لكن هذه البوابة غير العملية هي حقا شيء يستحق الإعجاب. أتساءل كم عدد الأشخاص الذين توقفوا لاستخدام هذا بدلا من مجرد الجري على الجوانب، وما هو المنطق وراء إغلاق منتصف الممشى على أي حال؟ يأتي الأشخاص الأغبياء في جميع الأشكال والأحجام، ويصادف أن يكون شكل هذا على شكل مايكروويف. هذا الإنسان الغريب هو في الواقع أحد الإخوة من قناة يوتيوب تي جي أف بروز، الذي قرر تثبيت رأسه داخل المايكروويف لمقطع فيديو. جاءت الخطة بنتائج عكسية عندما لم يتمكن هذا الأخ من الفرار وكافح من أجل التنفس، واضطر رجال الإطفاء إلى تحريره. ولكن ماذا توقعت حقا؟ لقد قيل لنا جميعا أن وضع أنفسنا في زاوية هو فكرة سيئة في الحياة،
ولكن امرأة واحدة أخذت العبارة بشكل حرفي قليلا عندما انتهى بها الأمر في هذا المأزق. قد يكون التخطيط المسبق أمرا بالغ الأهمية قبل البدء في تلميع هذه الأرضيات الخشبية، وأتساءل عما إذا كانت قد انتظرت في تلك البقعة حتى يجف الباقي قبل أن تهرب. أي من هذه الصور دمرت إيمانك بالإنسانية ولو قليلا؟ وهل كنت مذنبا بأي شيء كهذا من قبل؟ أخبرني في التعليقات أدناه، وشكرا على المشاهدة.